القط اللي ياكل تونه في الفصل ها؟ يا جدعان ما يصحش كده، مين اللي بياكل تونه في الفصل؟ سوقها علي يا ورع، اذا بتاكل تونه راح كلها مع القطاوه في الشارع، تفهم ولا ما تفهم؟ بعد اذنكم يا عيال. السلام عليكم. يا شباب اليوم خميس وحصة سابعة، نبي نشرح دقايق وبتطلعون وتفلونها. يا عامر يا عامر، تحب أصحي يا أستاذ؟ لا 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 أريح. عامر عامر قم، انت مجنون ولا صاحي تبي تصحي ذا؟ والله لو قام يفصل علينا قم، بس مش اتركه خله هنا شوي بيصحى. قفلت الباب يا ولدي؟ ايه قفلته يا ابا. وين هذه سيارة من؟ هذه سيارة واحد من طلابنا، تلقاه راح يتغدى هو واخوياه وبيرجع لها. ايه يلا يلا مشينا. بس انت رايحه جايه منك، جيب لنا الغداء نتغدى. وش غدا انت بعد؟ الولد تاخر. طيب ولا تاخر؟ ما تغدى؟ ها اتصلتي عليه؟ اي يما بس جواله مو هناك. يا يما لا تنشغلين، اليوم خميس ومثل ما انت شايفه الجو زين، اكيد طلع الثمامه مع اخويا ولا فكر فينا. مها سمي با روحي جيبي غدانا، خلي نتغدى قبل اذن العصر. ان شاء الله يا. انا اجيب الغدا، يلا يلا. أبوك يا النوم البطلة، وين دزوه هذولي؟ وش ذا النومة؟ أما عاد قفلوا الباب علي. تمام اخباري تمام. خليك اسمع، ما عندك شيء شكلك؟ لا ما عندي حاجه. طيب ايش رايك تخاويني اقرب مطعم نقنق؟ تراني جويع مره يا واد. اليوم العشاء على عامر، ما في الا شوي ودجاج يشوي زي اللهب. خذ لك اي شيء كذا تصبيره الى الليل. والله فكره حلوه، اجل امسك المفتاح وخليك فيها، باخذ لي حتى حيط كذا نقنقه خفيفه واجي لك. ها روح يلا. يا اخي اقسم بالله حركتك ما لامها داعي، تاخذ السياره وتمشي. حسستني اني اسبك واحد في ذا الرياض، ولا وسبك مع مرتبه الشرف. لا تبالغ يا هو لا تبالغ، ترى كلها ربع دقيقه ربع دقيقه وجيتك. ربع دقيقه تستهبل انت وجهك؟ تراها نص ساعه تقولي ربع دقيقه بس، لا تعودها. ها سيبك من الدراما ذا والموضوع هذا، شوف كفته ايش يتابع. شايف انت قاعد تصرف الموضوع، تغير الموضوع انت من جد يا ابوي. شوف منسجم الاخ. اخس يا كفته، مسلسل بريطاني وتحقيق بعد. يس يقول لك يس. اعتقد المنتجين نفسهم اللي انتجوا البتاع ده لو دريوا انه هذا حيتابعهم كان بطلوا. واي مها بشري رد عليكي؟ لا يما جواله مغلق. يما تلاقيه الحين هو في البر وما عنده ارسال. الا بسالك، عندنا فانيلا؟ ايه في الثلاجة. هذا مجهزة لأخوك العشاء، أكيد صار في أخوك شيء. يما تعوذي من الشيطان، إن شاء الله ما في لك الخير. إن شاء الله إن شاء الله. هلا بالعيال اصدقائي. هلا والله. معلش يا شباب عسى ما تاخرت عليكم، صراحه صراحه راحت علي نومه. المهم هذا الفحم وجبناه.
وانا صراحة انا ادق على عامر جواله مغلق، قلت يمكن القاه عندكم هنا في الاستراحة. مغلق؟ ايه عشان الدورية عليه. طيب والفحم وش اسوي فيه؟ انا قلبي من امس كذا ناقصني وعندي احساس كبير انه حيسحب علينا. وبابا سنفور هذا من متى يطالع التلفزيون؟ خلي من متى يطالع التلفزيون؟ ايش يطالع هنا الهرجة؟ ايش يطالع؟ اخ شارلوك هومز مرة واحدة؟ المهم خلونا من ذا الكلام، الحين جوال عامر مغلق، لا يكون جواله عطلان ولا خربان ولا بطاريته ما ادري ايش جايه وش فيه. خربان ولا مو خربان؟ ان شاء الله تكون رجوله خربانه، اهم شيء يجيب الدجاج ونشوي. شوف يا عبسي ترى كوع بدخل اسنونك الحين. ام الفله يا عيال. الحمد لله نروح المدرسة بدري ونضحك داخل الطابور. تلقى العيال الآن ينتظروني على العشاء، يبون الشوي والدجاج. وحشتوني الشوي. إذا غاب الشخص نحط أربع احتمالات. الأول عم بفكر من أفلامك والأكشن هذا، الساعة 9:30 وحضرة الشيخ ما حضر. غريبة والله. أقول يا حسافة فلوس ذا الفحم اللي أنا جبته أمسك. إذا أنت زعلان على الفحم، الأسبوع اللي راح خلانا يبيع جوالي وحشيتكم، ودحين فجأة كذا يختفي. بروح وسط بيته وعند أهله وخلي يبيع سيارته كمان. السلام عليكم يا عمر. السلام عليكم يا ابو عامر. وعليكم السلام. خير خير ان شاء الله. عامر موجود؟ عجيب والله. عامر ما هو معكم؟ انا ظنيت انك عشان معكم، من الصبح ما شفته. يا الله دبرة خير. لا تمزح معنا يا عم، ترى هو موعدنا وعازمنا على شوي. ساكت ايش هو انت وياه؟ ولدي وين هو؟ وين راح؟ الله يطول عمرك يا عم، انا جينا ندوره عندك، بس اذا لقيناه بنبلغك ان شاء الله. اسمع انت وياه. أنا بتصل بيا العمة، كانوا عندهم بلغتكم. طيب طيب يا أبو عامر، أنت اهدى وروق وإن شاء الله ما يكون لك الخير. آخر ظهوره في الواتساب طلع في المدرسة، خلونا نروح ندور عليه. ما شاء الله والله محقق كونان هذا، ممتاز جابها والله. شوفوا يا شباب، روحوا له في المدرسة شوفوا وينه، وأنا بروح أدور عليه في الحارة. السلام عليكم. يلا مشينا. يعني راح الشوي؟ ارتحت يا كفتة؟ هذا جينا ما لقينا سيارة عامر. خلونا من عامر، الجوع قتلنا يا جماعة، خلي حق المطاعم قمت تقفل، روح. يلا صادق. يا ولدي وش هالسيارة؟ والله ما حد يلقاها، غبي ذا اللي تركها عند المدرسة، من اللي ترك؟ أقول لك السيارة لقطة. خل نشوف لها شيء شيخ موجود. دور يمكن تلقى دراهم شيء. أرحب! آيفون! آيفون يا ولد! هدية! ويه! والله ما حد لقاها غيرنا! وجه العيال! وجه العيال! على الفروسية بحرك أم الموتر اليوم! شغل أغاني! بلع! خلنا ننطر يا ولد! ارفع الصوت! ور! حمدي! هذا وصلوا وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا. أم عادي للحين بالمدرسة. عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم على عبدك ونبيك. صلاة الجمعة. وارض اللهم عن الخلفاء. أتحداك يا شيخ، الناس تصلي الجمعة وأنا تاكي هنا بالمدرسة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم ارحم ضعفنا. آمين. اللهم فرج هم المهمومين. آمين. وفك أسرهم. آمين. السلام عليكم أبو عامر. وعليكم السلام. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا هلا يا عم. هلا يا هلا يا هلا. جزاكم الله خير يا جماعة، ما شفتوا عامر؟ لا والله يا عم. أنا رحت الجماعة اللي يروح عندهم وسألتهم
يا قالوا ما جانا، وامها المسكينه ضايزه صدرها هناك بالبيت وما تدري وين هو راح، خايفتنا عليه. لازم ندور له. اي والله دور عليه تكفون. خلاص عيال تركي شكش، خذوا ابو عامر روح اقسام الشرطه، وانا وكفته بيان نخلي مستوصف ولا مستشفى للمطب وندور عنه. يلا توكلنا على الله. توكلنا على الله، توكلنا على الله. يلا مشي. يلا تعال تعال. اما الان ايها الاخوه، نكرم الطالب المثالي لهذا العام وهو عامر. كفو يا عامر، والله يستاهل عامر. اي والله انه يستاهل. لا داعي لا داعي، شكرا لكم شكرا لكم، ما قصرتوا والله على الدعم. وابد ازهلوها، كل سنه مثاليه. هلا بالعيال، هلا والله. يا جماعة الخير يا جماعة الخير، ما يصير القلق ذا والإزعاج اللي أنتم بتسوونه. عامر ولدكم وأنتم أدرى فيه، وغيابه شيء طبيعي، مراهق. أي بس طال عمرك ولدنا ما هو بيروح لأي مكان إلا ندري وين هو رايح، يا عند ربعه يا عند جماعتنا. ويوم انهبطه رحت أسأل ربعه قالوا ما شفناه، سأل جماعتنا قالوا ما شفناه، والحين طال عمرك ما أدري وين هو راح. صراحة هو اختفى فجأة، أكيد في سبب. عموما حنا بلغنا الجهات المختصة بالبحث عن سيارته، وإن شاء الله أنهم بيلقونه ويبلغونه بإذن الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك. الشخص توفى؟ لقينا السيارة مقلوبة والشخص داخلها متوفي. رحمة الله عليه، خلاص يعطيك ألف عافية، شكراً. الله يعافيك، شكراً لك. ذكرني برقم اللوحة كم؟ نون عين فاء والصفر بصفر ستة صح؟ صل على النبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا زين الغداء بعد صلاة الجمعة. أموت فيك يا مصطفى، يا شيخ لو تجيب أكل طاوع عالي. طفي اللي معك، أنا على أعصابي وتولى همك. سمي أمه. يبقى فيك شيء؟ بجيب لك ما. تكلم، وين ولدك؟ قل لا إله إلا الله تعوذ من الشيطان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أجلس أجلس. وش صاير؟ وين عامر؟ وين عامر؟
عامر في شيء. عامر يا طول صالح الله، عامر يا طول صالح الله. ولدي ما في شيء، ولدي ما في شيء، ولدي ما في شيء، ولدي ما في شيء. عمي من الله كلها رضا. لا ولدي ما في شيء، ولدي ما في شيء. عمر السلام عليكم. السلام. عظم الله اجركم. جزاكم الله خير. غفر الله ميتكم. جزاكم الله خير. عظم الله عزاكم. جزاكم الله خير. عظم الله اجركم. الله خير. الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله. عظم الله اجركم. الله خير. الله يرحمك يا عامر، الله يرحمك يا عامر، دك فقدة. خبر عاجل، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعليق الدراسة يوم غد إلى أحد، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة الرياض. لا! أركب هديتك